حالة من الترقب تسيطر على الشارع المصري لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، والتي تمثل عنصراً رئيساً في ملف هام وهو العمران والنسق الحضري في مصر. وشهدت الاجتماعات الأخيرة للحكومة استعراض من قبل الوزارات المختصة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، ووجهت بأن يتولى كل محافظ دراسة الاشتراطات التي تم عرضها وإرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية التي سيتم عرضها قريبا على رئيس الجمهورية. تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة هو اللي حصل، إن معالي دولة رئيس الوزراء أصدر قرار بوقف البناء لمدة 6 شهور في جميع محافظات مصر، ولكن هذا القرار لا يخضع له المدن الجديدة ولا المشروعات القومية. تم إيقاف البناء لمدة 6 شهور حتى يتم إعداد الاشتراطات البنائية اللازمة، وبحلول يوم 24 نوفمبر فإن ال6 شهور دول انتهوا، هنبدأ بتطبيق التشريعات والاشتراطات البنائية الجديدة على جميع المناطق. المدن الجديدة أصلا ليها مخطط تفصيلي، فإحنا مش محتاجين اشتراطات بنائية جديدة، لكن باقي المدن داخل مصر كلها تخضع لاشتراطات بنائية جديدة. ولكن تم أيضا وضع 6 شهور إضافية بعد هذه المدة حتى يتسنى إعداد الإسكان المصري ودخوله الأسلوب الرقمي. ومن المتوقع أن تشمل اشتراطات التراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية ضوابط الارتفاعات ونسب البناء ومساحات قطع الأراضي للاستعمال السكني من حيث الحد الأدنى والحد الأقصى، واشتراطات أماكن انتظار السيارات، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، وإجراءات استخراج ترخيص البناء، وإجراءات استخراج شهادة صلاحية المبنى للإشغال. الجدوى من استئناف البناء أو في المرحلة الانتقالية اللي احنا فيها دي، إن ده بيمنح الفرصة للدولة لإعادة تخطيط المدن، وده هيدي الدولة فرصة إنها تطور في البنية التحتية الموجودة في المدن دي من شبكات مية وشبكات كهرباء ومن طرق. ده في حد ذاته هيكون ليه أثار شديدة الإيجابية على المواطنين، في زي ما قلنا في تحسين الحياة اليومية ليهم. المواطن لما يقدر يوصل بيته في أقل وقت ممكن من خلال طريق جديد، ده معناه إن احنا حفظنا له على وقته، حفظنا له على طاقة العمل بالنسبة له. ما يوصل بيته يلاقي البيت ده موجود فيه المرافق والخدمات الأساسية، ده كله هيكون ليه عظيم الآثر على منح المواطن ده فرصة إن هو يطور من نفسه، إنه يطور من بيئة العمل بتاعته. لا شك أن الفترة الانتقالية التي حددتها الحكومة لمدة 6 أشهر الهدف منها تحديد كافة المناطق ومتخللات المباني في المناطق التي سيتم السماح فيها باستئناف عملية البناء مرة أخرى، وذلك حتى لا يتم البناء فيما عدا دون ذلك، ولكن سيكون هناك ربطا بين كافة الجهات المعنية بعمليات استخراج تراخيص البناء أو استئناف البناء للمناطق الصادر لها تراخيص.